من الأشياء اللي ساعدتني على الخروج بهذه الفيديوهات شيء سمعته من سيث جودن عن الدماغ السحلية. هذا الدماغ اللي بيكون دايماً جوعان، خايف، أناني وعنده رغبة عالية في الجنس، وهذا تقريباً ما بتمتلكه معظم الحيوانات، ولكن الإنسان تبين إنه بيمتلك دماغ السحلية اللي هي الأميجدلا، حبة على شكل لوزة موجودة في المخ وهي أقدم جزء عندنا في الدماغ، وهي اللي بتمنعك من النجاح والتقدم، بتمنعك من محاولة شيء جديد فيه أي نوع من المخاطرة. هذا الجزء اللي دائماً بيقول لك لا استنى، روح للخطة بي، ما تعمل هاي الخطة لأنك رح تنطرد من شغلك بسببها أو تخسر كل فلوسك بسببها وتدمر كل حياتك. هذا الجزء اللي بيمنعك انك ترفع ايدك وتسأل في منتدى او ورشة عمل لانه الكل رح يتطلع عليك ويحلل سؤالك ويضحكوا عليك في الغرفة، فعشان هيك اقعد اسكت ما تفكر ولا تسأل. عقل السحلية هو اللي بيمنعك تنشر كتابك او خواطرك او مواهبك لانه بيقولك انه الناس رح تستهزئ فيك، انت رح توقع في مشاكل، الناس كلها رح تنتقدك. ولكن هذا ما بيعني انه ما بنقدر نسيطر عليها. اول طريقة هي انك تعرف شو التكتيكات والخدع اللي بيستعملوا هذا الجزء من الدماغ للتخريب، زي التأجيل، المبالغة في النقد، التوتر، التدقيق بالتفاصيل والاعذار. وكيف تقدر تقاوم الدماغ السحلية هي انك تخلق افكارك بدون بلان بي، تعمل على هاي الافكار وتشحنها وترسلها بدون تأخير، وعلم نفسك بأنه الفشل هو فرصة لأنك تتعلم. ابتعد عن الأعذار، ارسل بضاعتك وأفكارك بنفس الوقت وكل الوقت. هذه هي الطريقة اللي ممكن تبطل فيها ما هو عالق وتخلي أفكارك تشوف النور ويتعرف عليها غيرك وتبدأ فرص تحسين وظيفتك أو بداية مشروع جديد إنها تكبر. ومش بالضرورة إنه نكون كتير مبدعين عشان نخلق أفكار وابتكارات، إحنا كلنا مبدعين، بس كل المطلوب إنه نهدي عقل السحلية اللي عندنا ونوقف هذه المقاومة اللي بنقوم فيها ونشتغل بدون تأجيل. اليوم الإنسان بتقدم وبتزداد معارفه وقوته وسرعة حركته وعمله في هذا الكون، فمن الضروري إنه يبقى يبحث عن آليات جديدة، خرائط جديدة ممكن توصلنا لطرق أسهل بنقدر فيها نوسع خطواتنا ونبطل التنقل من عبث إلى عبث آخر اللي أدى إلى امتصاص طاقاتنا الإبداعية من خلال التشويه المستمر لأفكارنا وأخلاقنا. ما نستنى أي حدا يقيمنا ويقولنا شو إحنا مبدعين فيه وبشو لا، أنت وحدك بتعرف شو اللي أنت مبدع فيه لأنك أنت الوحيد اللي بتمتلكه، وإحنا ما رح نعرف عنه إذا بقي عندك وما شحنته وبعدته لإلنا. الإيرلنديين عندهم قول جميل بقول You'll never plow a field by turning it over in your mind، يعني لا يمكنك حرث الأرض بتقليبها في دماغك. اشحن، ابعت أفكارك، الكل بحاجة لإلها.